كهوار كان عندك تجربة إدارية سابقة، هل وجدت هذا النفس موجود ضد هوار مولى محمد؟ ومن على شاكلة الكابتن الكبير هوار مولى محمد في هذه الفترة؟ هل كان هناك فعلا تحس ان الناس ما ترغب بتواجد هوار؟ هوار نجم، هوار إلى كاريزما، هوار إلى تأثير، إلى قوة، حب جماهير. والله ما أعرف شو أحكي لك، يعني مثل الزميل قصيمير حكاها، يعني عبالك إحنا مو لاعبين كرة القدم، يعني يمكن هاي الكاس صار علينا يمكن شيء يعني 120 درجة اختلفت علينا، يعني من نعم. من جبنا هاي البطولات آسيا، بطولات آسيا إحنا جبناها وخلاص، هي راحت الظروف. أكو منتخبات جابت 4 مرات 5 مرات 6 مرات. إحنا اللي 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 خدمنا العراق في أصعب الظروف يمكن ما حد مر بيها أي لاعب عراقي. نعم. والحمد لله إحنا 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 مثلنا العراق بشرف بغيرة، اللي 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 اللي, اللي كل لاعب دافع على هذا البلد، يعني شيء ما ينوصف صراحة بالنسبة لنا، ونحن فخورين جدا. بس أنا اشتغلت كتجربة إدارية. نعم. بصراحة يعني أنا يمكن كابتن قصيح حكاها، أنا كنت أزور مرات قبل أني أروح أزور المنتخب العراقي وداعم لهم، يعني أشوف بعض الناس يعني ما أدري وجوههم تتقلب هيك 120 درجة بسرعه، ما اعرف شنو السبب. عمي احنا ما جايين ناخذ مراسم من عندكم ولا جايين ناخذ شيء من عندكم، احنا جايين هذا منتخبنا وبلدنا. وحتى بالانديه يعني بالانديه متين تروح العالم تدخل ينظار عبالك كابتن هوار مولى محمد جاي ياخذ النادي او يصير رئيس اتحاد، يعني هاي مع الاسف هاي مو كرة قدم.